مستمرين معكم نوفمبر 2014 بيبر 2 اللي اصبحت لاحقا بيبر 3 والسؤال الخامس من منهج الكور منهج يير 9. السؤال هنا يا جماعه عن الساوند، سؤال جميل بيكلمني عن بنت معاها خشبتين فخبطتهم في بعض فبعد فتره سمعت صوت الخبطه تاني، يا ترى الكلام ده ليه؟ الراجل بيكلمني هنا ببساطه وبيقول لي، بيقول لي يا جماعه when the girl bangs the two pieces of wood together they make a loud sound. A short time later she hears the sound again. سمعت الصوت تاني. ليه سمعت الساوند again؟ وبيقول لي التايم ما بين التو ساوند، ايه هم التو ساوند؟ اللي هي لما خبطت ولما سمعت الساوند التاني 1.8 ساوند، والساوند بيترافل بسبيد 330 متر بير سكند ان اير. احسب المسافه ما بين البنت والروك فيس من عينيا حاضر. السؤال الاول، هي ليه سمعت الصوت تاني؟ هي خبطت خبطه فعملت صوت، فالصوت راح يا جماعه لحد الجبل ورجع لها تاني، ده اسمه ايكو. تمام، يبقى ليه سمعت الصوت التاني؟ ريفليكشن اوف ساوند فروم ذا ايه، فروم ذا روك فيس. تمام، طيب ممكن تقولي المسافه ما بين البنت والجبل؟ بصوا يا جماعه الراجل بيقول لي ان الصوت راح ورجع في 1.8 سكندز، يعني لان هو قال لي التايم ما بين البنت خبطت لغايه ما سمعت الصوت التاني 1.8 سكندز. عارفين الكلام ده معناه يا جماعه؟ ان الصوت راح في 0.9 سكند ورجع في 0.9 سكند، اللي هي نص ال 1.8. تمام، ما هو 0.9 بلس 0.9 يديني 1.8. تمام، طيب انا عايز بقى المسافه من هنا لهنا، التايم اللي خده الصوت من عند البنت لحد الجبل هو 0.9. انا ماليش دعوه باللي راجع، انا ليا دعوه باللي رايح بس. تمام، عشان اجيب الدسس يبقى هيقول لي why does she hear the second sound، هقول له reflection of sound. طيب ايه المسافه ما بين البنت والجبل؟ بص يا فندم، هقول له دلوقتي الصوت او الساوند مشي من البنت لحد الجبل في 0.9 سكند، يبقى ده التايم مش 1.8. التايم رايح راجع، انا مش عايز، انا عايز الدسس، فانا عايز التايم رايح بس او راجع بس. طب مش انا عندي speed equals distance over time؟ طيب التايم ده يا جماعه احنا اتفقنا اللي تحت من هنا ما دام في علامه equal في النص، اللي تحت من هنا واللي فوق من هنا ينفع يتبدلوا مع بعض او يجوا جنب بعض بالمالتيبلاي. تمام، طيب يبقى distance equals speed times the time. 330 ده السبيد، التايم بتاعي 0.9 يديني كمان يا جماعه 297 meters. الراجل هنا نفس الستبس تقريبا، الراجل قابل 2 or 3 significant figures، احنا طلعها لنا هلو طبعا 3 significant figures. بيقولي a boy standing very close to the rock face only hears one sound، الواد اللي عند الجبل ما سمعش صوت واحد. How long after the girl makes the sound does he hear this sound؟ يا جماعة الراجل ده ما سمعش غير صوت واحد، ما هو اللي هيلحق يسمع ايكو ولا اي حاجه. فبيقول يا ترى الراجل ده سمعه بعد قد ايه؟ يا جماعه ببساطه احنا قلنا الصوت راح ورجع ها في 1.8 سكندز، صح؟ يبقى راح بس في 0.9 ورجع بس في 0.9. الراجل ده مش هيسمع الايكو يا جماعه، الراجل ده هيسمع الصوت الاولاني بس اللي هو راح كده خلاص معاه. يبقى الراجل ده هيسمعه بعد قد ايه يا جماعه؟ بعد 0.9 سكندز. تمام، الاجابه هتكون تايم هيز 1.8 ديفايد باي 2 يبقى 0.9. State two ways in which a sound wave is different from light. قول لي طريقتين الساوند يختلف فيهم عن اللايت. حبايبي بصوا، الساوند اولا الساوند ميكانيكال يا جماعه فمحتاج ميديم تو ترافل. اللايت يا جماعه الكتروماجنتيك فبيمشي في الفاكيوم عادي. اللايت اسرع بكتير من الساوند، والمارك سكيم هنا بديك معلومات غزيره. الساوند يا جماعه لونجيتيودنال بس اللايت ترانسفيرز. الساوند يا جماعه مور سلولي بس اللايت فاستر. الساوند عنده لوور فريكوانسي ولونجر ويف لينث معايا، يعني دي معلومه مش يعني ممكن ما تستخدمهاش قوي دلوقتي. الساوند كان ترافل ثرو فاكيوم، اللايت مش بيترافل ثرو سوري الساوند كان نوت ترافل ثرو فاكيوم، اللايت بيترافل ثرو فاكيوم. الساوند ميكانيكال محتاج ميديوم اهو، اللايت الكترو ماجنتيك فمش محتاج ميديوم. دي يا جماعه حاجات للتفرقه ما بين الساوند واللايت. سؤال جميل جدا يا جماعه عن الساوند وبسيط.